حياكم الله من جديد وإلى أبرز موضوعات ساعتنا الأولى من برنامج اليوم. البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية يؤكد الدعم الكامل لفلسطين ولبنان. أكد البيان الختامي لقمة المتابعة العربية الإسلامية على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أدان البيان الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني والمدنيين مؤكدا على دعم لبنان وداعيا إلى التنسيق مع المجتمع الدولي للتحرك ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. صوت الدبلوماسية يعلو على صوت السلاح، والدمار لا يمكن علاجه بمزيد من الدمار. النهج الدبلوماسي العربي والإسلامي يعود إلى الرياض بقمة متابعة استثنائية للقمة الاستثنائية السابقة، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وحشدنا الاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤكد مجددا على أهمية وحدة الكلمة والموقف للأمتين العربية والإسلامية للتحرك معا باتجاه وقف العدوان وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة. بالزخم ذاته، قمة الرياض التي أتت امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت العام الماضي، أكدت أنه لا تراجع عن الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. واستمرارا لدعم المملكة الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني وجهودها المتواصلة لتخفيف معاناته ورسائلها القوية بشأن أهمية عمل الأونروا والمنظمات الإنسانية، فقد أكد ولي العهد على شجب وإدانة المملكة لقرارات الاحتلال التي تعيق العمل الإنساني. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. وتشكل قمة المتابعة دفعة قوية للجهود التي تقودها المملكة إقليميا ودوليا من أجل وقف العدوان على غزة ولبنان، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق شعبيهما، والضغط لإنهاء التخاذل الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتداعياتها الخطرة على المنطقة. يجب أن لا نسمح للمجتمع الدولي أن يحاول التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية.
وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر زوم دكتور زيد الفضيل، وهو كاتب ومحلل سياسي. يسعد صباحك يا دكتور. أهلا دكتور زيد. أهلا وسهلا، صباحكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور. البيان الختامي أكد على ضرورة الدعم الكامل، أو أكد على الدعم الكامل لفلسطين ولبنان، كيف قرأت هذا البيان الختامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يجب أن نشير إلى أن هذه القمة هي قمة نوعية، من حيث موعدها ومن حيث ظرفها ومن حيث كذلك حجم التوحد التي عبرت عنه. هذه القمة جاءت وقد توحد العرب، وإن شاء الله يستمر توحدهم وقوتهم، وجاءت كذلك وقد توحد المسلمون. ذهبت كل الخلافات الجانبية فيما بيننا وبيننا وبين بعض أمام قضية مصيرية واحدة، وهي قضية فلسطين في ظل هذا السلف الإسرائيلي الذي يمارس ضد أهلنا في فلسطين، وضد كذلك أهلنا في لبنان وفي غيرها، الانتهاكات التي تمر على سوريا والعراق، وكلها قد نددت بها القمة. هذه القمة جاءت لكي تؤكد على مضامين عملية، هي إضافة إلى ما قدمته من تنديد، إضافة إلى ما قدمته من اتحاد في هذه القضايا، لكنها قررت أن تأخذ مسارا آخر في الإطار السياسي والإطار القانوني، وهو مسار مهم جدا على المدى المتوسط والبعيد، وتدرك خطورته حكومة إسرائيل، بل ويدرك كل السياسيين كذلك أهميته. هذه القمة جاءت لكي تطالب الجمعية الأممية ومجلس الجمعية المتحدة ومجلس الأمن باستخدام الفصل السابع. هذه القمة جاءت لكي تطالب بتفعيل المحاكمات الدولية ضد السياسيين الإسرائيليين الذين يمكن أن يدانوا بقوة بجرائم عنصرية وفق نطقهم، وفق قولهم، وفق ممارساتهم السلوكية. هذه القمة جاءت لكي تحدد خطة محددة الزمن من أجل إعلان دولة إسرائيل. الأهم من هذا كله أن المستوطنين الذين يعيشون في أرض فلسطين المحتلة على أرض 67 وفق ما تكرره خريطة السلام العربية وتنادي به المملكة العربية السعودية بحل الدولتين، هؤلاء المستوطنين القمة جاءت لكي تجرمهم، القمة جاءت لكي تحصر أسماءهم، القمة جاءت لكي تمنعهم من الدخول إلى أوروبا، القمة جاءت لكي تحارب الشركات التي تتعاون معهم. يعني أن هناك تحديدا دقيقا في الهدف الذي نريد أن نصل إليه من أجل تحقيق خطة السلام العربية التي تبنتها المملكة العربية السعودية منذ عام 2002 وصولا إلى هذا العهد ورؤية الأمير محمد بن سلمان، ووفق خطط إجرائية عملية. نعم. وبالتالي هذه القمة إضافة إلى بعدها فهي مهمة. ناهيك إنه هذه القمة أنا في تصوري أنها جاءت كرسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يا فخامة الرئيس، هذا هو موقف الأمة العربية، هذا هو موقف المسلمين أجمعين إزاء هذه القضية، وعليك أن تتدخل. وأؤمن بأن الرئيس ترامب 2025 غير الرئيس ترامب 2016، وأؤمن كذلك بأن الرئيس ترامب هو رئيس غير، نحن نعرف أنه رئيس غير حزبي، بمعنى أنه لم يتشكل ضمن خريطة الحزب الجمهوري حتى يصل إلى الرئاسة، وكذلك هو رئيس غير مؤدلج، ويمكن للأمة العربية بتوحدها ووضوح الرؤية لديها والأمة المسلمة معها يمكن أن تصنع شيئا جديدا في المستقبل مع الرئيس دونالد ترامب. نعم دكتور زيد، لعلي أسألك عن وقف إطلاق النار وكذلك إدخال المساعدات، أبرز التحديات التي تواجه هذا القرارين أو القرارات التي خرجت بالأمس في هذا الشأن؟ وما في شك، التحدي الرئيسي اليوم هو هذا السلف الإسرائيلي. اليوم حكومة إسرائيل هي خارج القانون الدولي، هي خارج السياقات المعتمدة، هي خارج قواعد الاشتباك، هي تمارس هذا العبث. هذا العبث يجب أن يوقف، ويجب أن يوقف دوليا. وأتصور بأن السياسة الأمريكية الماضية التي ذهبت مع الرئيس بايدن وهي الآن ستنتهي، يعني في غضون الشهر القادم أو الشهرين القادمة، هذه هي التي سمحت لإسرائيل بعد ذلك بأن تمارس هذا العبث، هي التي أغمضت العين لإسرائيل في أن تمارس هذا العبث. هناك ردة فعل عربية واضحة منذ الابتداء. هذه القمة جاءت تتبع القمة الماضية التي حدثت في نفس اليوم وفي نفس التاريخ العام الماضي في عام 11 نوفمبر، وكل المسلمين وكل العرب أكدوا على أهمية وقف إطلاق النار. الذي يرفض الانسياق وراء هذا الأمر ما في شك هي حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل. ولذلك بعد مرور سنة، أكثر من 400 يوم، أتصور بأن العالم سيتخذ قرارا مفصليا
وسيقود هذا القرار الولايات المتحدة الأمريكية ما في شك. نعم دكتور، تحدثت عن توحيد الرؤية، أهمية هذا التكامل والتشارك وتوحيد الرؤية والموقف الواحد في الضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي سواء كان على فلسطين أو على لبنان. صحيح، هذا مهم جدا، ولذلك هذه القمة عكست هذا الأمر. تعرف يا أختي الكريمة، للأسف إحنا في خلال العشرية الماضية دخلنا في صراعات سياسية ما لها أول ولا لها نهاية على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي. اليوم في هذه القمة اجتمعت، جاءت سوريا وجاءت إيران وجاءت كل الدول الإسلامية، وكلها جاءت تحت المظلة السعودية، وهذا يدل على أن المملكة العربية السعودية اليوم هي تقود رؤية شاملة لقيادة الإقليم، ولا يمكن كما عبر سمو ولي العهد عن قيادة الإقليم وأن تكون المملكة قائدة إلا إذا استطاعت جميع الدول هذه كلها أن تنضوي تحت المظلة الجامعة لنا كوحدة عربية وكوحدة إسلامية. هذا ينعكس بعد ذلك إذا إزاء خطابنا في الغرب، عندما نكون أمة متحدة ولدينا خطابا واحدا ولدينا رؤية واحدة ولدينا نسقا واحدا نشتغل عليه وخطوط عريضة، لا بأس في الاختلافات الداخلية، لكن هناك خطوط عريضة نحن متفقون عليها، أعتقد أن هذا سينعكس إيجابيا. أمس القمة كذلك نددت بالانتهاكات ضد إيران، وهو الذي حدث قبل ذلك في 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 قمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أيضا شاركت المملكة مع الدول الإسلامية في 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 التنديد بالانتهاكات ضد إيران من قبل دولة إسرائيل. هناك وحدة اليوم عربية إسلامية إزاء هذه القضية، وهذه الوحدة لا شك أنها ستكون واضحة أمام صانع القرار السياسي في أوروبا وصانع القرار السياسي في الغرب. إذا اتحدنا وكانت رؤيتنا واضحة نستطيع أن نحقق النتائج التي نريدها بسهولة. ولهذا هذه القمة لأول مرة وضعت نقطة مهمة إضافة إلى الذي نحن ذكرناه، كذلك القمة طرحت موضوع حق تقرير المصير. بالمناسبة حق تقرير المصير هو البند الذي حصلت فيه إسرائيل على الاعتراف بدولتها في سنة 48، ولذلك القمة شددت على حق تقرير المصير كذلك في بيانها، لكن أيضا وضعت خطة لأول مرة تايم ليميت، متى يمكن أن نحق أن 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 تتشكل دولة فلسطين. أعتقد أن هذه الخطة ولا شك أنها مزمنة على الأقل في الإطار المتوسط، أعتقد أن هذه هي أول إجراء عملي من أجل إعلان دولة فلسطين أو إقرار السلام كما يريد الأمير محمد بن سلمان، إقرار السلام وفق حل الدولتين. نعم، جاء في البيان دكتور مطالبة بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مدى أهمية هذا العنصر في هذا البيان؟ مهم، أنا ذكرت لك الآن قبل قليل أن هذه الخطوات العملية مهمة جدا. ترى لأول مرة البيانات السياسية تتضمن هذه الخطوات الإجرائية، يعني إصدار مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء مهم، تجريم السياسيين كذلك وفق تصريحاتهم، البيان يعني شدد على ذلك، يعني عندما يأتي يوف جالنت ويقول نحن سنحاصرهم لا ماء ولا كهرباء، ماذا نريد بعد ذلك؟ هذا خطاب عنصري، خطاب يعني إجرامي في كل الأحوال. كل هؤلاء سموتريش بن غفير، كل هؤلاء السياسيين الإسرائيليين عندما يمارسون خطابا إقصائيا خطابا إجراميا، اليوم كلامهم هذا مرصود وكلامهم هذا يجب أن يحاكموا عليه دوليا، البيان يشدد على ذلك. لكن الأهم من هذا أيضا مثل ما ذكرت لك في التعليق السابق أن البيان لأول مرة يتحدث عن التضييق إزاء المستوطنين، هذه المستوطنات التي تقع اليوم على أرض فلسطين المحتلة وفق 67، هذه المستوطنات لن ستكون مرصودة، الشركات التي تعمل في هذه الأماكن مرصودة يجب مقاطعتها. تدعو البيان يدعو الدول العالمية إلى عدم السماح لهم بالدخول، عدم السماح لهم بالسفر أو الدخول إلى بلدانهم، يعني هناك إجراءات عملية للتضييق والضغط لإقامة حل الدولتين. نعم، لا يمكن أن نقبل بالإقرار الواقع، يعني ما بني على باطل فهو باطل، والبيان شدد على ذلك، وبالتالي
السلام العادل لا يمكن أن يكون إلا بحل الدولتين. نعم، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الإسلامية، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أن هناك تقاعس من المجتمع الدولي في أداء واجبه، وهذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل دكتور زيد. كيف ترى الإشارة إلى تقاعس المجتمع الدولي على أداء واجبه أو في أداء واجبه؟ هذا واضح، يعني المجتمع الدولي خلال 400 يوم وأكثر من أعمال الإبادة، من جرائم العنصرية، من القتل الجماعي، الآن لدينا أكثر من 53 ألف قتيل في غزة، مستوطنين، ضرب المستشفيات، ومع ذلك المجتمع الدولي لم يقل كلمته بشكل حقيقي. لا زال مجلس الأمن عاجزا عن أن يفرض يعني القرارات الصادرة عنه بشكل حقيقي، لا سيما مع الفيتو الذي كان يقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في الحكومة السابقة. ولهذا أنا أتصور بأن الحكومة الجديدة للولايات المتحدة ستكون أكثر ضغطا، باعتبار أن الرئيس دونالد ترامب ليس ضمن إطار حزبي وليس ضمن إطار مؤدلج، هو متحرر من هذه القضايا. وأعتقد أننا بقوتنا نحن كأمة عربية وكأمة مسلمة بوحدة رأينا نستطيع أن نوصل قرارنا إلى جميع هذه الدول. مهم جدا اليوم أن يكون هناك ضغط آخر كذلك، ضغط على الصعيد الاقتصادي، التهديد بالضغط على الصعيد الاقتصادي، لأنه من أجل أن نفرض الكثير من القرارات، وتم الإشارة إلى ذلك بشكل أو بآخر من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل القمة. يعني نعم، دكتور زيد بن علي الفضيل، كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية دكتور زيد.